الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لتبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية. تنفيذا للعفو الرئاسي، خروج دفعة جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا. موسكو تواصل قصف مواقع الطاقة وأهداف عسكرية أوكرانية، وكييف تشن هجمات مضادة. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا، مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره الكوري الجنوبي. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية. وفي ضوء النماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر في العديد من المجالات. وخلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ، خاصة في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. ومن جانبه ثمن الرئيس الكوري تميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، ومعربا عن التقدير الكبير الذي يكنه الشعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة. وتطلع كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة. أعلنت لجنة العفو الرئاسي خروج دفعة جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا خلال ساعات. وقال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي إن من بين المفرج عنهم العديد من الشباب، مؤكدا أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة. وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أنه سيتم خروج دفعات عفو جديدة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تجاوز عدد المفرج عنهم 1000 شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 من إبريل الماضي وحتى الآن. We'll be right back.
الحمد لله يعني نشكر سيادة الرئيس على نظرته لينا، والحمد لله العفو، فرحت جدا بالعفو، وان شاء الله انا شغال في البواد العزله باذن الله هشوف شغلي والحمد لله، ونشكره ونشكر الجهات المختصه على تعاملهم معنا. الحمد لله رب العالمين واشكر ربنا، وهنكمل اللي احنا كنا فيه وهكمل مشواري زي ما كنت الاول، وهبدا حياه طبيعيه زي ما كنت اصغر شويه، وهبدا حياتي الطبيعيه كانه مفيش اي حاجه حصلت. بشكر ربنا على كل حاجه. انا مبسوط خالص والله ان خرجت البركه في المشاريع هنا، وانا بصراحه مبسوط خالص، وان هرجع لاهلي تاني وهعيش وسط اهلي، وان شاء الله هكمل حياتي ومستقبلي وماليش دعوه باي حاجه، وانا حالي وان شاء الله احنا مكملين مع مصر، والحمد لله نحمد ربنا ان احنا خرجنا بالسلامه، وربنا يبارك في المشروع ان شاء الله، وان شاء الله هكمل دراستي وحياتي وكل حاجه تمشي كويسه انا تمام، ومش هعمل اي حاجه ثانيه. وينضم الينا دكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، مرحبا بحضرتك يا فندم. يعني كيف ترى وتيره عمل لجنه العفو الرئاسي والمعايير المتبعه في التوصيات المقدمه للعفو الرئاسي عن بعض المحبوسين احتياطيا؟ الحقيقه بعبر طبعا عن سعادتي كمصري بهذا الخبر رقم واحد، وبتقدم بوادعو للمفرج عنهم بالهدايه وصلاح الحال وانضمامهم ودخولهم كاعضاء عاملين وفي المجتمع، والاهاليهم يبارك لهم بعوده ابنائهم، وارى ان في هذا القرار هو استمرار لما وعد به الرئيس في وهو مرتبط ايضا بدعوه الرئيس للحوار الوطني، وقد صدق وعده الحقيقه في استمرار الدفعات المفرج عنهم ومراعاة المعايير والحيدة وفي المفرج عنهم، وده خبر بيسعدنا، ده السلام الاجتماعي اللي احنا بننشده، ودور الدولة انها الحقيقة يعني تسمن وتدعم هذا السلام، وانا سعيد بهذا الخبر. نعم. وننتظر المزيد من دفعات المفرج عنه ان شاء الله. حضرتك يعني اعربت عن املك في ان ينخرط هؤلاء في المجتمع مره. نعم. ثانيه، وهذا ايضا ما اشار اليه البعض بانهم يعني لديهم العزيمه لمتابعه الحياه بشكل طبيعي، وكانت الدوله قد اعلنت انها سوف تساندهم في الانخراط. نعم. في المجتمع، كيف برايك يمكن ان تقدم الدوله لهم يد العون في هذا الاتجاه؟ والله يعني بالنسبه ل إذا كانت هناك فرص عمل وعدم وضع قيود لانضمامهم أو لدخولهم وبالنسبة لعقودهم في أو لرجوعهم لوظائفهم، يبقى الإفراج هو إفراج نهائي بكل ما يتعلق به من آثار لعودة الناس دول، سواء إذا كانت لهم علاقات عمل مع هيئات حكومية أو قطاع خاص وتشجع على ذلك، واحنا الحقيقه ده دور الدوله ودور نحن حتى ارباب العمل تشجيع الناس ديت وفتح باب يعني ابواب الرزق ليهم ان شاء الله. نعم، اشكر جزيل الشكر استاذ عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان حلما منذ سنوات طويلة وأصبح حقيقة اليوم. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أكد مدبولي أنه بهذا الافتتاح تكون مصر نفذت الجزء الأصعب في هذا المجال الواعد، ومن ثم ندعو مؤسسات القطاع الخاص للشراكة. وتطرق مدبولي إلى اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من مختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى توجيه الرئيس المستمر للحكومة بأهمية عقد المزيد من اللقاءات والحوارات مع مختلف رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف المباشر على ما قد يواجههم من مشكلات أو تحديات. وخلال الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، وذلك في نسخته الخامسة. كما نوه رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي وجه الدعوة خلال كلمته للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ
COP27. وأشار مدبولي إلى انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الأحد المقبل. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بشأن إجراء عملية استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية والتي تستهدف الأطفال والفئات من غير قادرين من أجل تمكينهم من الانخراط في المجتمع. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات التي تعد المشغل الوطني للاتصالات بالدولة بفضل ما تمتلكه من قاعدة عريضة من جمهور العملاء، وفي ضوء اهتمامها بواقع المجتمع المصري. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يرافقه عدد كبير من المسؤولين وشركاء التنمية الدوليين، شهد افتتاح المرحلة الأولى من مطروح من مشروع كايرو بايك بوسط القاهرة كأول منظومة مشاركة درجات عامة في مصر تنفرد بها المحافظة. يأتي المشروع تزامنا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 وحرص محافظة القاهرة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة. تضم المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك 250 دراجة موزعة على 26 محطة من إجمالي 500 دراجة للمشروع بالكامل، تخدمهم 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة. تشجيعا لفكرة ركوب الدراجات كوسيلة مواصلات في العاصمة، تم افتتاح مشروع كايرو بايك في ميدان التحرير كمرحلة أولى تدخل حيز التنفيذ لتقليل الانتقال بالسيارات والحافلات العامة بالوقود، مما يسهم في تقليل الانبعاثات والحد من الكثافات المرورية في القاهرة. الهدف من المشروع أولا تخفيف حدة الزخام في وسط القاهرة ودعم المواطنين على استخدام الدراجات في تنقلاتهم بدل المواصلات العامة في وسط البلد، عشان خاطر تقليل الكثافة المرورية في المنطقة وتقليل التلوث الناتج عن عدم السيارات ونشر ثقافة الدراجات بين المواطنين، عشان كل الناس تتعود انها تستخدم وسائل مواصلات صديقة للبيئة. عقب الافتتاح اقيم مؤتمر صحفي للاعلان عن تدشين المرحلة الاولى للمشروع والتأكيد على اهمية الترويج للحلول الصديقة للبيئة لمواجهة تداعيات الاثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة في ظل توجه مصر نحو الحفاظ على البيئة. فكرة منظومة مشاركة الدراجات تستهدف الشباب وجميع فئات المجتمع، هي أن تكون المدينة بها شبكة كبيرة من نقاط تتوافر بها دراجات للاستخدام العام، وتدار تلك المنظومة بتطبيق على الموبايل أو بوسائل دفع أخرى مثل بطاقات مدفوعة مقدما لتتناسب مع جميع الفئات وبأسعار مخفضة. هذا ما سوف يتم توفيره الآن في منطقة وسط البلد في المرحلة الأولى والتي تشمل 26 محطة بإجمالي 250 دراجة. المشروع يتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بنظام GPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام بتكلفة رمزية للمواطنين والطلبة والطالبات. مشروع كايرو بايك هو مشروع مكونات عبارة عن 500 عجلة، وال 500 عجلة دول الحقيقة هم ليهم 45 محطة زي المحطة اللي حضرتك شايفها خلفية الكاميرا، وبالتالي موجودين في محيط وسط البلد كله
ومعانا الزمالك كمان. الهدف طبعا ان احنا نخفف الزحام شويه في وسط البلد والعربيات والعادم بتاع السيارات، ونشجع الناس ان هم تركب عجل لان هو الفيز بتاعته يعني تكاد تكون فري يعني للناس، فبنشجعهم ان هم يركبوها في وسط البلد. يمكن لسكان العاصمة وروادها استئجار الدراجات من مكان ما وترك الدراجة في مكان آخر، وسيعمل هذا النظام على تشجيع استخدام وسائل النقل صديقة البيئة وغير الآلية، وكذلك تقليل الاعتماد على وسائل النقل، ويكون بذلك نظاما صديقا للبيئة يحد من الاعتماد على السيارات. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. تحتفل القوات البحرية بعيدها 55 الذي وافق يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات الذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. وخلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية، أكد قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية، ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في 6 أكتوبر عام 1973. نظمت كلية القادة والأركان فعاليات اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية ودول الدارسين الوافدين بالكلية، وذلك في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التي تنفذها الكلية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور أعضاء التمثيل العسكري ل 25 دولة من الدول الشقيقة والصديقة. تضمنت الفعاليات عروضا تقديمية تناولت نبذة عن كلية القادة والأركان والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية طبقا لرؤية الطموحة مصر 2030، والجهود المبذولة لمجابهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك نماذج ومعروضات لأبرز المعالم التاريخية والحضارية والموروثات الثقافية والشعبية لمختلف الدول. كما أقيم على هامش الفعاليات معرض للمطبوعات والإصدارات الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات والهيئة العامة لقصور الثقافة وإدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة ومعهد اللغات للقوات المسلحة. وألقى مدير كلية القادة والأركان اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين ألقى كلمة أكد خلالها أن الاحتفال باليوم الوطني بمثابة توثيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 203 أطنان مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 103 أطنان، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 100 طن، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 70 قضية خبز ناقص الوزن و91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 119 طنا. استعدادات على قدم وساق تجرى بمدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر تغير المناخ كوب 27، ويأتي على رأس المشروعات الخضراء والذكية مبنى مجلس المدينة والمصمم كصديق للبيئة بأحدث التقنيات.
صرح جديد ضمن المشروعات المقامة على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ كوب 27. مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي مصمم على مساحة 20,000 متر مربع بأحدث التقنيات الإدارية والعلمية. المشروع على 11,000 متر مسطح، 3 أدوار أرضي وأول وتاني. اللاندسكيب اللي حواليه حوالي 25,000 متر مسطح، مساحة خضراء ومشايات ونافورة في مدخل الفي آي بي، وبوابة أمامية برضو في آي بي، وبوابة خلفية، زائد مبنى خدمات بيبقى فيه 11 غرفة فندقية لأي ضيوف جايين، زي موتل كده، أي ضيوف جايين للمحافظ أو كده أو للمبنى ممكن ينزلوا في هذه الغرف. مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومزود بوحدة محولات كهربائية، بالإضافة لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة، وطفرة في التصميم والإمكانيات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة. المبنى طبعا بأحدث التقنيات التكنولوجية، أنظمة شبكة المعلومات هي أحدث أنظمة عالمية مستخدمة في المبنى. أنظمة التكييف المستخدمة في المبنى هو أنظمة حديثة جدا على أعلى مستوى، أنظمة ذكية بتساعد على تقليل الانبعاثات الحرارية اللي ممكن تخرج من المبنى، عشان كده نقدر نقول إن المبنى دوت مبنى صديق للبيئة. مقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد أنشئ على بعد كيلومتر من مدينة الشباب والرياضة بمنطقة حي النور، وبأحدث التقنيات لخدمة المواطنين، لينضم إلى قائمة البنايات الذكية والصديقة للبيئة التي يجرى إنشاؤها بالمدينة. التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى فنلندا هيثم صلاح بوزيرة البيئة والمناخ الفنلندية وعدد من كبار مسؤولي ملف المناخ بوزارتي البيئة والخارجية في فنلندا، وذلك في إطار جهود الترويج لمؤتمر المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث أشارت الوزيرة الفنلندية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها للعمل المناخي الدولي، وهو ما حدث بفنلندا للحرص على المشاركة رفيعة المستوى في فعاليات قمة قادة العالم يومي 7 و8 من نوفمبر المقبل، مثمنة جهود الرئاسة المصرية للإعداد الجيد للمؤتمر والتنسيق المستمر مع الدول الأطراف لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة منه بشكل يعزز من العمل المناخي الدولي. تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفي محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة وتصعيد خطير في حدة ووتيرة العنف. وفي بيان لوزارة الخارجية طالبت مصر بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للخطر. كما حثت مصر القوى الدولية الكبرى وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين بتحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام. أسفرت جلسة مجلس النواب اللبناني الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية عن تعذر انتخاب رئيس لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى للانتخاب، وحصل النائب ميشيل معوض على 42 صوتا فيما صوت 55 نائبا بورقة بيضاء، بينما اقترع 22 نائبا لأسماء أخرى. وينص الدستور اللبناني على فوز المرشح الذي يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بالمجلس في الجولة الأولى للانتخاب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوت.
أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل وإصابة 3 من قوات الأمن جراء هجوم إرهابي شمالي بغداد. وأضاف المصدر الأمني أن الهجوم الإرهابي شنته عناصر تنظيم داعش الإرهابي على القوات الأمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن القوات الأمنية ردت على العناصر الإرهابية وأجبرتهم على الانسحاب. وأضاف المصدر الأمني أنه تم العثور على وكر للتنظيم الإرهابي بمنطقة الاشتباك في قضاء الطارمية. إلى ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث اعتبرت الخارجية الأمريكية أن إعلان روسيا فرض الأحكام العرفية على المناطق الأربع التي ضمتها في أوكرانيا تمثل تكتيكات وصفتها باليائسة من قبل موسكو. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إنه لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن تلجأ روسيا إلى تلك التكتيكات في محاولة لفرض السيطرة الجبرية على الأراضي التي ضمتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن القرم ولوهانسك ودانسك وزابورجيا هي أراض ذات سيادة أوكرانية وأي مزاعم أخرى غير شرعية على حد قوله. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية واصلت توجيه الضربات على أهداف عسكرية أوكرانية ومنشآت للطاقة خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش صدت هجوما مضادا شنته القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون التي يقوم فيها حاليا مسؤولون محليون عينتهم روسيا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان منها. أعلن الجيش الأوكراني مقتل 43 جنديا روسيا وتدمير 6 دبابات ومعدات أخرى في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا. ومن جانبه قال نائب رئيس الإدارة المدعومة من روسيا في خيرسون كيرل ستريموسوف إن أوكرانيا شنت هجوما على نوفايا كيمينياكا وبيير زيسلاف في منطقة خيرسون. هذا وأعلن حاكم خيرسون فلاديمير سالدو أنه سيتم نقل ما بين 50 إلى 60 ألف شخص في الأيام الستة المقبلة، مع التأكيد على أن روسيا لديها الموارد اللازمة للسيطرة على المدينة وحتى شن هجوم مضاد إذا لزم الأمر. أفادت وسائل إعلام أوكرانية بتعرض مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا لقصف روسي. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن روسيا هاجمت ميكولايف بطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن دوي الانفجارات سمع في أرجاء المدينة الأوكرانية. كما أوضحت أن المدينة تعاني من تدمير بنيتها التحتية مع عدم قدرة السكان الوصول إلى مياه الشرب بسهولة، فيما تتواصل الضربات الروسية لتمنع مجدداً إمكانية إصلاح البنى التحتية. أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل برنامج جديد للملاجئ الطارئة والمرافق الشتوية للأوكرانيين المتضررين من العملية العسكرية الروسية. وأعلنت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 175 مليون يورو لدعم من هم في أمس الحاجة إليها في أوكرانيا ومولدوفا. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مفوض إدارة الأزمات بالمفوضية إلى أوكرانيا للمساعدة في تنسيق واحدة من أكثر عمليات الاستجابة للطوارئ شمولا في الاتحاد الأوروبي. قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرة عسكرية بريطانية غير مسلحة كانت في مهمة روتينية فوق البحر الأسود في 29 من سبتمبر الماضي. وفي بيان ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني أكد والاس أن بلاده لا تعتبر الحادثة تصعيدا متعمدا من قبل روسيا، مشيرا إلى أن موسكو أعلنت أن الحادثة خطأ تقني. Even in Ukraine, some of their supply chain was in Ukraine. So we have the ability to refurbish or indeed manufacture a new supply. دخلت الأزمة الأوكرانية فصلا جديدا بعد إدانات أمريكية وغربية لاستخدام روسيا طائرات مسيرة في أوكرانيا.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لبحث ملف استخدام المسيرات في الأراضي الأوكرانية، حيث حضرت دول وفي مقدمتها الولايات المتحدة من استخدامها لتدمير البنية التحتية الأوكرانية. فصل جديد من فصول الأزمة الأوكرانية دخلتها بسبب الطائرات المسيرة التي تزعم أوكرانيا والدول الأوروبية أن موسكو تستخدمها في تنفيذ عدد من العمليات العسكرية في أوكرانيا. وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي تمت مناقشة ملف المسيرات التي حصلت عليها روسيا، حيث حذرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من استخدام تلك الطائرات لتدمير البنية التحتية الأوكرانية. وأبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن شن روسيا هجمات بطائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية. هذا ورغم النفي الروسي، أعلن الجيش الأوكراني من جانبه إسقاط أكثر من 220 طائرة مسيرة خلال شهر، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تملك أدلة على استخدام موسكو لهذا النوع من الطائرات. كما كشفت الولايات المتحدة معلومات استخبارية تؤكد أن المسيرات أصيبت بأعطال في أحيان كثيرة، وأن روسيا تحولت إلى كوريا الشمالية للحصول على طائرات بعد رفض الصين الدعوات لإرسال أسلحة. كما قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور إن روسيا تعتمد على الطائرات المسيرة بسبب قلة الإمدادات ونجاح أوكرانيا في حماية أجوائها، مشيرا إلى أن القوات الروسية فقدت الكثير من الطائرات بفضل الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأعلنت باريس أنه من المقرر عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي الجمعة المقبلة بناء على طلب فرنسا والمكسيك حول حماية المدنيين وبحث موضوع الضربات العشوائية ضد المدنيين التي قد ترقى إلى جرائم حرب. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أمام مجلس النواب بونتستاج أن تكتيك الأرض المحروقة الروسي يعزز عزم ومثابرة أوكرانيا وشركائها. وأضاف المستشار الألماني في حديثه أمام النواب قبل بدء قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن المطالبات المالية لكييف تمت تغطيتها حتى نهاية العام. وعن مسألة الغاز أوضح المستشار الألماني أنه لا يمكن أن تعمل آلية وضع سقف لأسعار الغاز المقترحة في الاتحاد الأوروبي إلا مع شركاء من الخارج في الكتلة. دعا زعيم المعارضة البريطانية سير كير ستارمر إلى انتخابات فورية، وجاء ذلك بعدما أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليستراس استقالتها من المنصب تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وحزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها. يأتي ذلك بعد أن كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 10.1% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي. شكلت أسعار الغذاء والمشروبات في بريطانيا أكبر محفز ارتفاع التضخم في سبتمبر الماضي، حيث زادت بنسبة 14.5%، وهي أكبر قفزة منذ أبريل عام 1980. وتراجع سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 42% ليسجل 1.13 مقابل الدولار. دفعت أكبر قفزة في أسعار الغذاء في بريطانيا منذ عام 1980 التضخم مجدداً لما يفوق 10% على مدى 12 شهراً ليماثل مستوى هو الأعلى في 40 عاماً وصل إليه في يوليو، بما يشكل ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة تكلفة المعيشة في البلاد. مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني كشف عن أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي. ويعد صعود أسعار المواد الغذائية والفنادق من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار على أساس سنوي حتى الشهر الماضي،
في حين ساهم انخفاض أسعار الوقود وتذاكر الطيران بخفض الأسعار، بينما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بوتيرة أقل من السنوات السابقة. ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى خيارات صعبة في تحديد الإعانات الاجتماعية ورواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، ويزيد من تعقيد مهمة رئيسة الوزراء ليز تراس. وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له، وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي طويل الأجل، مما أثر على معدلات فوائد الاقتراض العقاري والتجاري التي كانت قد شهدت ارتفاعا كبيرا. وألمح بنك انجلترا الذي يعمل على ضبط أسعار الفائدة في محاولة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% إلى أنه يجب عليه ضبط الأسعار بهذا المقدار في اجتماعه المقبل في 3 نوفمبر، مما يزيد من مخاطر انكماش الاقتصاد البريطاني. ومعنا عبر الهاتف دكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية. بعد التحية، ماذا بعد استقالة ليز تراس من منصبها، وخاصة أن كان لها برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الشارع البريطاني؟ دكتور محسن. أيوة. أهلا بحضرتك مرة أخرى من لندن. ماذا بعد استقالة ليز تراس من منصبها، خاصة أن برنامجها الاقتصادي أثار صدمة في الشارع البريطاني؟ أولا ليز تراس ارتكبت، يعني عارفة في الحديث اللي احنا عملناه مع بعض من حوالي 3 أسابيع، تمام، ليز تراس ارتكبت أخطاء اقتصادية خطيرة. النهاردة الدول الأوروبية والدول المتقدمة النهاردة في السياسة بتخدم الاقتصاد، والاقتصاد ليس يخدم السياسة. فاللي حصل بالضبط أن ليز تراس في البرنامج الانتخابي بتاعها أعلنت حاجات ما كانش ممكن أبدا تحصل في هذا الوقت الحالي، اللي هي النهاردة أنها بتقطع الفايدة، مش بتقطع الفايدة، بتقطع الضرائب، ضرائب، وبعدين الضرائب لكبار الدخل كانت يعني بتقللها من 40 تنزل من 45 تنزل ل 40، تمام، والضريبة على المنشآت التجارية والصناعية اللي هي الكوبريشن تاكس بتنزلها لأقل من 25%. البرنامج ده كان محتاج ان هو النهارده يبقى ليه، النهارده الدخل الخزينه البريطانيه كانت محتاجه 47 مليار جنيه استرليني عشان تمول هذا الانتخاب. ده كان غير عملي وغير اقتصادي في هذا الوقت الحالي، وكسبت الانتخابات على هذا الوقت. لما جت تنفذه هي، لانها هي غير اقتصاديه، لما جت تنفذه لقت في منتهى الصعوبه. إنما في حاجة لازم نعرفها من الأول، سواء ليز تراس أو سواء أي رئيس وزراء كان هيجي في هذا الوقت، لو هو ما تعاملش بجراءة وبسرعة خطيرة مع الحرب الناتجة من أوكرانيا وروسيا، لن يستطيع يستمر ويعالج التضخم الاقتصادي اللي موجود. المشكلة الاقتصادية اللي موجودة في إنجلترا، المشكلة الاقتصادية دي بتتفاقم في الدول الأوروبية الأخرى، تمام؟ صحيح. والدولة الأوروبية الأخرى اللي جاية وهتشوف نفس مشاكل اقتصادية كبيرة هي ألمانيا، لأن التضخم الاقتصادي اللي جاي اللي جاي هنا ده تضخم اقتصادي مستورد نتيجة الدول الأوروبية دول صناعية تعتمد 80-100% على الصناعة والإنتاج بتاعها، بتستخدم، بتاكل طاقة، تنام طاقة، تقوم طاقة. فالنهاردة المصدر الأساسي بتاع الطاقة النهاردة واقف، ما بيوصلش خالص. طب أنت هتنتج إزاي؟ وانت هتبيع المنتجات بتاعتك ازاي؟ طيب ما هو ارتفاع اسعار الطاقه لازم بيؤدي ارتفاع اسعار المواصلات، بيؤدي ارتفاع الانتاج، الاكل بيغلى وبيغلى باسعار خطيره. فمهما رئيس وزراء جه لن يستطيع يتعامل مع ده الا اذا كانت اوروبا او انجلترا مع اوروبا تتعامل بوقف هذه الحرب. صحيح. دي الحاجة الأساسية اللي هي في الوقت الحالي.
يعني زي ما حضرتك بتقول بالفعل أن الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة، فمع ارتفاع حاد الأسعار الغذاء ببريطانيا بيدفع التضخم لأعلى مستوى في 40 عام، كيف يمكن أن يتم التغلب على التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وخاصة أن الجنيه الاسترليني ينخفض بنسبة 42% مقابل الدولار؟ تمام، نمرة واحد، بصي، علشان تتعاملي مع التضخم الاقتصادي، اللي هو التضخم الاقتصادي في نوعين من التضخم الاقتصادي، تضخم اقتصادي مستورد زي اللي أنا شرحته من شوية، والتضخم الاقتصادي اللي ناتج من الإنتاج نفسه. ففي تضخم اقتصادي بيبقى في تطور صناعي، وفي الاخر بيتقال ايه الاقتصاد دوت، يعني اوفر هيتد، يعني الاقتصاد كبر بشكل كبير وفي انتاجيه كبيره وانا ببيع تمام وعندي فلوس كتيره داخله، فبيقوم البنك المركزي عشان يحافظ على الاسعار والتضخم الاقتصادي يرفع سعر الفايده، يبقى يقلل السيوله اللي موجوده في البلد. تقليل السيوله النهارده في مشكله كبيره، انت انا عندي تضخم مستورد من بره، الاسعار عاليه، لما بتيجي بترفع الفايده وتقلل السيوله، طب ما انا معيش فلوس تمام اوريدي، فانت بترفع اسعار عاليه تمام، وعاوز تاخد فلوس انا مش عندي مقدمها، مش قادر اقدمها فيه. والدوله النهارده مجبره، دوله انجلترا مجبره انها تدفع فلوس لكل بيت علشان تقلل من فاتورة الكهرباء وفاتورة الغاز اللي موجود. فهنا الاقتصاد البريطاني داخل على خمول اقتصادي كبير، كبير، ده هيؤدي لبطالة، هيؤدي لارتفاع أسعار، هيؤدي لارتفاع الأجور تمام. في مؤسسات كتيرة هتفلس نتيجة السياسة الخاطئة، الاقتصادية اللي موجودة النهاردة في إنجلترا وأوروبا، هي نتيجة الحرب اللي هي أوكرانيا مع روسيا، لأن الدول الأوروبية ومن ضمنها إنجلترا بتمول هذه الحرب، وبتمولها منين؟ فلوس بالفعل. مش يا دكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، فكرة حضرتك وصلت، ونحن في انتظار انتخابات فورية في بريطانيا لاختيار رئيس وزراء جديد. شكرا لك. قالت لجنة الانتخابات الماليزية إن ماليزيا ستجري انتخابات عامة في 19 نوفمبر المقبل، وقال رئيس اللجنة إنه يتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في 5 نوفمبر المقبل في انتخابات يأمل الحزب الحاكم في تعزيز قبضته على السلطة. يأمل الحزب الحاكم في ماليزيا تعزيز قبضته على السلطة من خلال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لتحديد أعضاء البرلمان في 19 نوفمبر المقبل. وبحسب رئيس لجنة الانتخابات الماليزية، سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في 5 نوفمبر المقبل. الانتخابات التشريعية في ماليزيا كانت مقررة في سبتمبر، إلا أن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب تعرض لضغوط كبيرة من حزبه المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أملاً في تعزيز غالبيته الضئيلة جدا. ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا، وتأتي الانتخابات في وقت متزامن مع موسم الرياح الموسمية السنوي الذي تسبب بالفعل في حدوث فيضانات في جميع أنحاء ماليزيا، ومن المتوقع أن يؤثر على إقبال الناخبين. ماليزيا تشهد عدم استقرار سياسي متكرر منذ انتخابات عام 2018 التي أوصلت إلى الحكم رئيس الوزراء الإصلاحي مهاتير محمد متغلبا على حزب المنظمة الوطنية الماليزي الذي كان يحكم البلاد منذ أكثر من 60 عاما. أكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية كيم جين بيو أهمية التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي الناتو في مواجهة المخاطر العالمية المتزايدة، كما عقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلنطي اجتماعا مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جان، هذا ويزور وفد الحلف العاصمة سول للاجتماع بكبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين.
وفي ملف حياة كريمة أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بأبو غصون التابعة لإدارة مرسى علم الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 69 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء عدد 18 فحصاً معملياً، كما تم إجراء عدد 11 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أعلنت المديرية أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، كما تم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. القوافل الطبية موجودة النهاردة في محافظة دمياط في قرية كرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط. قافلة بتضم 12 عيادة تخصصية زائد عيادة تنظيم الأسرة. العيادات الموجودة معانا في القافلة عيادات متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية اللي بتخدم كل تخصص في القافلة. العيادات المتنقلة دي بتدعمنا بها وزارة الصحة والسكان، بتقدم مبادرة حياة كريمة في هذه القرية، بتقدم خدماتها بالمجان تماما. معانا كمان صيدلية متكاملة فيها جميع أنواع الأدوية اللي بتخدم التخصصات اللي موجودة معانا في القافلة. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا اللي بتقدمها وزارة الصحة، بتتميز بحاجتين أساسيتين، أولا مجانية الخدمة تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. الحاجة الثانية كمان هي بتستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية بمسافة لا تقل عن 15 كيلومتر تسهيلا على أهلنا من كبار السن واللي مش بيقدروا يوصلوا لأقرب مكان لتقديم الخدمة. جايين من يعني من القرية وكده، فيعني أداء كويس وإحنا كشفنا حاليا دلوقتي، والحمد لله يعني كل شيء ماشي كويس قوي وحاجه مشرفه وشيء يعني شيء جيد للغايه يعني. احنا بنكشف ان شاء الله وخدنا علاجنا وخدنا كل حاجه، والناس هنا محترمه والناس قاموا بالواجب فعلا يعني. بتاع الاخصائي بتاع الرمض كشف علي، وجيت تاني رحت العظام كشف علي برضه مشكور، وجيت التسجيل عشان استلم العلاج، استلمت العلاج بكل هدوء بكل راحة وتمام الشغل تمام التمام هنا. هذا وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعمالها في مختلف محافظات الجمهورية. وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية قافلة معاك من بدري كأولى القوافل الموجهة للكشف المبكر على الأمراض لذوي الهمم، وتقوم القافلة بتقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي والإرشاد الأسري لذوي الإعاقة وذويهم بمركز مدينة السنبلاوين بالدقهلية. جامعة المنصورة قامت بتنفيذ قافلة طبية تستهدف الأطفال، وخاصة الأطفال ذوي الاحتياجات يعني أمراض مزمنة أو زي الروماتيزم أو الرمض أو قدرة الذهنية والتخاطب والسمع والاتزان. أول مجال التكليف بدأنا إن إحنا ننسق ما بين الإدارات المعنية عشان ننجح القافلة. تم التنسيق مع مجلس المدينة، مع الإدارة الصحية في السنبلاوين، مع إدارة التضامن الاجتماعي، والمجتمع المدني شارك بقوة. قافلة لينا معاك من بدري اللي كانت بدايتها في شهر يوليو اللي فات، كانت في شربين تبع محافظة الدقهلية، وده بالاتفاق مع حياة كريمة. الهدف اللجنة عندنا بيشمل ثلاث جوانب. الجانب الأول هو الجانب التشخيصي، وده بيقوم به مجموعة من الأطباء في جامعة المنصورة، وبيتم توقيع الكشف على الحالات اللي بتجيلنا في القوافل، والحالات اللي بتستدعي الأمر إن هي تكمل العلاج في الجامعة بيتم تحويلها لمستشفيات الجامعة. الجانب الثاني بيشمل جانب الدعم النفسي والإرشاد الأسري، واللي بيقوم به مجموعة من أعضاء التدريس والهيئة المعاونة بجامعة المنصورة لإرشاد ذوي الهمم وأسرهم اللي بتراودوا علينا. الجانب الثالث بيشمل الجانب التربوي الرياض الأطفال، وبيقوم به الأشخاص في مركز رعاية وتنمية الطفولة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية، وأكد أن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن هي
وهمية وغير تابعة للوزارة على الإطلاق. وأوضح المركز أنه لا يوجد أي منصة إلا منصة مصر الرقمية المعنية بالخدمات الحكومية الرقمية، ولا يوجد بها أي تطبيقات لمنح قروض، محذرة المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرودي تلك التطبيقات. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الدعم الكامل الذي توليه المنطقة الاقتصادية للشركات الموقعة على مذكرات تفاهم من أجل توطين الوقود الأخضر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مشاريع إزالة الانبعاثات الكربونية الاستراتيجية بشركة مرسك كاي فيشنر، وممثل مجموعة مرسك مصر هاني النادي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة المهندسة ليلى الحارس. ووفد يضم عددا من الخبرات الفنية من الشركتين، وبحضور ممثلي وزارة الكهرباء والصندوق السيادي. اجتمع وزير الكهرباء محمد شاكر مع وزيرة شؤون إفريقيا ببريطانيا جيليان كيدن وسفير بريطانيا بالقاهرة جارث بيلي للتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف في كوب 27 المقرر عقده في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ. وبحث الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وأيضا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر. اجتمع وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونغ جين ووك، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي السفارة الكورية لبحث تعزيز مجالات التعاون. وخلال اللقاء أشار الوزير إلى حرصه على سرعة البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم التي قام بتوقيعها خلال زيارته لكوريا الجنوبية مع وزير الأمن والسلامة الداخلية الكوري المعني بملف التنمية المحلية، خاصة البنود المتعلقة بالتدريب للكوادر والقيادات المحلية. وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لتبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية. تنفيذا للعفو الرئاسي، خروج دفعة جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا. موسكو تواصل قصف مواقع الطاقة والأهداف العسكرية الأوكرانية، وكييف تشن هجمات مضادة. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا للمتابعة.